لا ما يتدخل بين المنافسة بين يعني ما يقول خس روح صاعد ما يحتاج بعد أقول ما يحتاج بعد أقول الكل ينتظر الكل ينتظر راح أنا أشوفهم ما يفهمون في الخير قال أنا ما حد قال أنا ما حد إحنا بالعكس إحنا من ساحل إحنا من ساحل أكل لو خسر كان قاعد وياك من ذاك الأسبوع لليوم أنا كنت مخطئ لأن أنا استمعت إلى تعليمات من المغمر السابق الشيخ سلطان يبي يختار هو السؤال ويجاوب السؤال اللي هو يبي يجاوبه والله ما أدري تقدر تسألين يعني محمد حسن معروف في الاسبرنت فيس تعالي فيس تعالي انت الدورين لين خسر بتين بتين الكويتي سالم العجمي مع سنجار بعد ايها المتابعون الكرام زيشان من جانب السيار بينما انطلقت مشاوير بشعار شيخ محمد بن عبد الله بن عيسى خليفه مع فارس عبد الله في زيشان في المركز الفرصة لازم استغل الفرصة الخطأ بس انت لازم تعدل من اخطائك يعني الخطأ هو اللي علمك الصبر انت ما في صبر لا الحلم مسكين أسامة لحين يتحلم لحين يتحلم احيانا المواقف سوء تفاهم لا اكثر ولا اقل لا اكثر ولا اقل كلمات تخليك تعرف وين بتكون وين بتوصل وين بتوصل والله يعني بصراحة هو يعني اكيد يعني ويمكن بالنسبة لي كلمات تخليك تعرف شلون تنجح ما له داعي أحد يعرف مالش مرات لازم تكون أقوى من كل الظروف يمكن الوالد شوي استعجل في تصريحه الأسبوع اللي فات أقوى حتى من نفسك لا أنا اليوم ما عندي شيء صعب صدق وتقول أنا ما ليش قلت لك قبل الشوط هذا كل فرصة تضيع بتصنع غيرها كل خطأ يصير بيتصحح وكل صبر وراه نتيجة أفضل ما أتكلم بس الحلم بيبقى حلم إذا ما سعينا له والموقف إذا ما تعلمنا درسه عمرنا ما بنتعلم أي رأيك أنت يا أنا رأي غير لا هذه مو رأي هذه واقع وانتو في فهمكم أحرار أقوم عنك أنا سيد لا أنا وياك ما تقوم عني المختار ستار ومن الجانب الآخر ذهبي أفضل ما أتكلم فيه ليش؟ أفضل ما يأذيك نفسياً؟ لا ما جرحك الموضوع؟ سلمي ديتوري سين مكي شوفه ثاني ديتوري لا بغلب الشوط خلاص تواجد توثاق باقى ست كم الحين 400 متر ايش قلت لك عيدش شنو قلت لك مقابله المركز الثاني هنالك التقدم ايضا ياتينا من قبل باكسوس كان عظم العماله بخطر اربعه اسماء موجوده لكن بس مدربين اثنين عبد الله كويتي مشارك باسم ويوسف طاهر بثلاثه وما ظن الوضع غريب عليكم في أشواط العربيات بس أكيد بنسأل هشام وين أو بالأحرى KHK وين أيش تسأل فوزي يمكن خيلي نبي حق الأشواط الكبار اللي عرفت من فوزي ما يبي يدخل الأشواط العادية فيقول أبغيهم حق الأشواط الكبار وجهزهم على راحة هو صح يعني
لانه ما عنده الا راسين فما يقدر يقامر نوعيه كاس ولا عادي عنده مهم كاس الملك مهم. طبعا لازم يجهز، المفروض اليوم ينزل واحد منهم. وغير هشام يوسف البعينين اللي متصدر في العربيات وينه؟ استغربت يعني انا توقعت انه موجود بس انه على الخيل هي تصنيف ودرجات يمكن يعني هو في باله سباقات الجايه يخليهم لانه يوسف اكثر واحد ركض هالسنه وفاز اكثر واحد. صح كلامك بس ما اعرف اسباب ليش. ما يصير ما تعرف يعني الحين كنت حاط اهداف انه يركضون بس ثانية وثالثة رابعة عقب يتعدون حق القوس الكبار يعني اتوقع شيء. مستوى خيل يوسف اقل مستوى من الاشواط العود صح؟ هو المفروض الجلاب يدش فيهم في الاشواط عنده ثانية وثالثة ورابعة بس ما اعرف شو لما دخلوا انا دخلت الفرس العام وهي على ذا المستوى يعني ثانية وثالثة ورابعة للحين فيعني هي فرصة انه يدخلها في ذي الاشواط خفيفة احصانهم بس ما اعرف الاسباب تسال المدرب بس انا لو عندي ادخله. بعيد عن الجلابي هو عند الصقلاوي وعند عندك كذا اسم حلو يعني رقم ثانيه وثالثه ورابعه يقدرون يشاركون ما اعرف الارقام. اي واحد العود ولا الصغير؟ الصقلاوي اللي فوز في ذي الكاس العام. ها اي هذه نزف اخر ريس لما ركبت انا جيت عليه ثاني لما فاز ابراهيم بالجلابي ووقف شهر وراح يشارك عقب شهر ان شاء الله. توقيف أنا بس ما أبي التهمة تثبت على يوسف البعينين في أنه هو في الأشواط العادية نشوفه موجود في الأشواط اللي شوي مهمة تلاقي خلاص يوقف ما حد. نعم بالضبط مع احترامي للمدرب يوسف البعينين بالدرجة الأولى طبعاً هني ما يقدر يتحرك لأن عندك موجود كحيلان عافص 1695 كحيلان عافص 1708 والبطل عبيان 1777 كحيلان ومزرير 1797 في المرصاد يعني فيعني الرأي هذه صح علي مستوى يوسف بس مو الخلل في يوسف اي ادري الخلل في خيل يوسف خيل يوسف ما تقدر تفوز في الاشواط بس اعتقد ان يوسف البعينين عنده رأي ثاني هو يعني يحس ان الخيل اللي موجوده لا هو يحس ان الخيل اللي موجوده عنده ممكن تكون في اشواط كبيره لازم المدرب يفكر كذي وصح كل مدرب لازم يفكر بس الحين بين الأربعة منطقياً بنقول كحيلة العاديات يعني شوف حيلة العاديات ركضت كلها في الانفنت مالها يعني ما يسوت إضافة وكحيلان عافص هذا الشوط التجريبي يعتبر له حق السباقات الجاية لازم يعني حمداني دخلت آخر شيء ما مفتحوا التداخيل فخفت إنه ما في خيل وخفت على الشوط إنه ما في شوط خيل فدخلت ثالث على أساس قلت لو صاروا ما في خيل ثلاثة لغل في الشوط ولا يكون الشوط في راسين بس ولك الحمد لله تحصيل الحاصل بس يركض على أساس إنه يي رابع. تشوف مستوى كحيلة العاديات مقارنة بكحيلان عافص نفس الشيء ولا لا؟ نقول لك حيلة أكيد أفضل أو أكيد المفروض تصير أفضل من كحيلان عافص. هو حصان اللي نجاهز. نجاهز 100%. إي مو هاي المشكلة. يعني ما. فيعني يمكن السؤال الوحيد اللي نقدر نسأله اليوم هل هو إي جاهز 100% ولا لا؟ الحمد لله كنا. جهوزيتهم بتنفعهم لأنهم مسابقين حصاننا أول ريس إليه يعني من ابتدى الموسم للحين حصاننا أول ريس يعني في كل الأحوال يوسف طاهر هو اللي بيتحكم في الشوط وما أعرف شنو بتكون خطة عبد الله كويتي وإبراهيم إذا صار الشوط بطيء بروح بالثاني زين إذا صار سريع بقعد ثاني ثالث أوكي شنو فيك حيلان عافص الحلوة اكو قاعدين يبدلونها من يبدلها And they're off and racing انطلق اول اشواط الامسيه على كاس ابو شيخ خالد بن حمد ال خليفه للخيل العربيه الاصيله زين الحين انت شنو تبغى من الشوط السيناريو انت عندك العدد السيناريو انه يروح حيلان عافص قدام يود الريل ويروح والحمداني شنو وجوده؟ كمل اذا يقدر يروح وياهم قدام شوي زين وبحيلة عادية تنتظر لأنه شايله وزن عالي يسوي من 400 يمشي بس الحين السيابي والحمداني هما قدام هذا الأرض اللي عطناهم اليوم من الأساس يوصلون للبند إحسان عبد الله كويتي لعام نهاية الموسم غلبكم من؟ لعام يوم علي مارفن غلبكم
حسان عبد الله كويتي. طلبنا احنا يعني. الحين تقولون من بيفوز؟ كحيله ولا مفروض كحيله العاديه؟ العاديه مع الفارس المتمرن حسن علي، بينما ثالثا ذلك التقدم تاتينا من قبل المرشح الاولى كحيله العاديات 1782 مع الفارس حسين، بينما المرشح الثاني كحيله العافوس. احسك مرتاح ماشي زين حاليا، هل يوصل ما يوصل؟ انت شنو المخوف انك الجهوزين نحي ما يوصل؟ احتمال ايه، بس اختبار لفرس جاية استعيل عليها شوي على الفرس اشوف. حسين ماكي بس اكل النقاب بينهم لازم بيستعجل. لا انتظر، انا قايل لك امبارح وصرت الان قبل بين من 1200 انه خلاص موت. زين هون ان شاء الله زين جاي. اكو والله عبد الله الكويتي شكله اللي بيغلب يوسف، والله شكله بيفوز. خلاص اعلان ان شاء الله. رد دخل كم مولد ما بيتنازل ده، بس ما بيتنازل غلب. دور الكاميرا. لماذا هذه الفرحة؟ لأن فرحة اسطبل نفوز اسطبل. شنو نقول حق يوسف طاهر؟ ما سوى خطة ثلاثة روس. يوسف طاهر مخطط انه هو يطلع المفروض يسوي الريس سريع الى حد ما، يعني هاي الخطة اللي كانت في باله المفروض هاي هي اللي صارت. مشكلة داخل مستوى المستوى اللي تعودنا عليه. اي مو خطة. لا لا مو لا مو خطة. الخطة هاي هي يعني بالضبط، هم توقعوا ان يوسف طاهر بيسوي هاي الشيء، وكحنان عافص ابراهيم نادر لازم ينتظر اذا صار شوط سريع، وبالضبط هاي اللي صار. هي المرشحة الاولى كحلت العاريات حكم ان وقفت اي لا في النهاية راح شوطين، فالوقفة ما تأثر حتى لو تشتغل شغل خفيف، الوقفة ما تأثر، بس اتوقع ظروف الشوط ما خدمتها. اي ظروف؟ ظروف الشوط المفروض يسويها يوسف طاهر. على رايك انت، انا رايي غير بعد. انت ما عجب، بس انا يعني اموري الحمد لله انا اشوفها زينه، يعني صانك حلان عافظ ركض زين. انت عشان تقنعني قول لي لا تتاملين في كحيله، في كحيله العاديات وايد، لان انا اللي يصير فيني ان انا اكون متامله فيها وايد. لا 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 بقول لك ان هي بتقدم المستوى اللي ما صار، وعقب اشوف شيء غير فيصيرني صادمه. لا 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 هي شايله تبويت 58 فرس 6 دقه منها، وشوي حسن استعيد طلعها من وقت سرعه وايد ما قدرت عليها كحيلة. السرعة ولا الوزن؟ السرعة مو الوزن. السرعة وايد سريعة. والوزن؟ لا الوزن تقدر، هي غالبا بالوزن الفرس. السرعة الشوط ما خدمت. شوط شو راح سريع الحصان، شوط طلع ربشة يعني يسحب، لكن الأمور طيبة، تحاول تهدي بالتدريج يعني. والفنش ليش كذي كان؟ سبحان الله بالسنة هدى الحصان آخر متى آخر 100 متر هدى ثبت، من انتظر خير من جاء الحصان دفع مرة ثانية، حصان نوع اللي ينتظر يعني كان رايح قريب رايح ايزي، بس من شاف واحده قدام هدى من يال حصان مره ثانيه يدش عليهم. هو كان الاعتماد على كحيلان ولا على كحيله؟ والله مدرب كثير خيل فنيتهم زين اطلع خيول. الاوردر قبل الشوط كان الاعتماد على كحيلان ولا كحيله؟ لا فخيل هو واثق فيه، يعني يقول واحد منهم يفوز، يا كحيل تعادت يا الحصان. يعني انت اليوم قدمت الشوط كذي بسرعته على طبق من ذهب حق كحيلان عافص عبد الله كويتي. اي بس هو ما كان صاحب حصان يكون الشوط سريع، ولا في صالح كحيلة العاديات، لأنك حيلان عافص حصاني أول شوط ليه كحيلة العاديات شايلة وزن، لازم تعدل من أخطائك، يعني الخطأ هو اللي علمك. فأنت أشوف ريسي اليوم بالوزن ما يعني ما خدمها، الوزن صار عالي، بس إن الفرس بتكون في السباقة ذي بتكون وزنها تحت. بس بعد معقولة في أحد توقع إن يوسف طاهر بيخسر؟ قسما بالله رتبتهم محمد، قول له محمد رتبتهم من الاول للرابع، ايش فيك؟ شو ما اتوقع؟ الحين يعني يوسف الطاهر عنده هالعدد ثلاثة علي من يوسف طاهر عنده ما عنده، يعني الحين ما اعرف اذا نقدر نوصل حق خلاصة ان اللي صار في سباق اليوم يقول ان كحيلان عافص عبد الله كويتي افضل مستوى من كحيلة العاديات ومن كحيلان عافص، ولا لا هو المفروض يكون في نفس مستواهم لكنه هما مستواهم حاليا مو المستوى المطلوب؟ اذا بنرجع كل مره يخلصون على الفنش يا بعض كحيلان وكحيلان، فظروف الشوط هي اللي تغير النتيجه كل مره، يعني كل سنه نشوف كحيلان الاحمر يغلب شوط شوطين وكحيلان الابيض شوط شوطين، فاللهم اللي يصير اب اند داون بس في تغيير الخطه في الشوط.
فاليوم خطه عبد الله الكويتي لعب الدور شوي زياده. اتفق على الشوط ما اعتقد حتى لو طلع من البدايه كيلان عافص 695 افضلهم في هالمسافه. المركز الثاني بلاك شادو مع دينسون رودريغيز، بينما المركز الثالث هنالك انطلاقة وهاج مع الفارس بول هانيغن. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع وي وين السكس تايم مع الفارس إيثان جونز الذي يبحث عن أول انتصاراته في الموسم. إذا وي وين السكس تايم ما ينتزع صدارة الشوط الثاني على من اللي شفناه من آخر سباق الـ We Win It 6 Times. ما بنقول غيره، لازم يفوز. هالفوز الأول لفارس المتمرن إيثان جونز. Just got no words at all really. Just over the moon. And what a place to do it in Bahrain, you know. Just so happy to get the first win on. Hopefully we can get more. وبلاك شادو يا ثاني بعد متوقع. بس هل بتقولون خوافي متوقع انهيار الثالث؟ عندي عليها امل لانها قاعده تعطي شغل زين، صايره زينه، راحت رن واحد، الرن الثاني الحمد لله. يعني لازم انت تحط الامل، اذا ما حطيت الامل ما راح تشارك سيد. كل مدرب يمرن حصانه ويشوف حصانه افضل من اي حصان عند في الاسطبلات الثانيه. عدنان حق روحه داخل الريل، لو كان من برا يمكن الفرس تجي قدامي. من يجي قدام اللي فايز يعني مرتاح غصب تبى تطلع عدنان غلط؟ مو عدنان غلط، مو قصدي تجي اول، تجي ثاني. انت شفت اللي الاول والثاني شفتهم شلون مرتاحين؟ سيد انت بعد خيال يعني وراعي. انا قلت لهم نفس الشيء ترى، قلت لهم يعني الحين الاول والثاني. هذا لين اللي تكلموا هذا الكلام صراحه انا اشوفهم ما يفهمون في الخيل. اي اوكي، بس هي حصلت مضايقات في الريل. اي ريل حصلت مضايقات؟ بروحها يعني مفتوح لها. لا مو كان هو بيدخل روحه بين الخيل يعني بيدخل عدنان. لا مركز الثالث اتوقع يعني ما بغير في النتيجه. انا ما حمله بس هو انا اقول لك شوي دخل داخل، لو ممكن جابها من برا يمكن تجي ثاني. انا يعني المدرب، شوف المدرب لازم عنده امل يغلب وعنده يعني يجي قدام، بس انت اذا تشوف الريس لا الا غلب جه الاول وجه الثاني يعني مرتاحين، يبقى يعني التنافس على مركز الثالث والحمد لله يعني ركبها. يعني انت عدنان بعد لا تنسى يعني هو اللي يشغلها وما شاء الله. سمعت اصلا شارط عليكم هو ما بيركب او ما بيشغلها لذا هو يركبها في السباق. كان في اتفاق مو شرط ان انا اركب الخيل، اعطوني فرصه. بس هم قالوا شرط. قال انا ما حد يعطيني. قلنا له احنا بالعكس احنا بنساعد، مو شرط يركبها. يعني الناس الثاني على اللي سواعدنا ما بيركبها. لا بيركبها، ليش ما يركبها؟ الحين لو ما بغوا يعطوني يعني على راحتي، عرفت شلون؟ ها يعني الفرصه انت بعدين انت هم يقررون. انا لازم استغل الفرصه، انا اليوم استغليت الفرصه. أنا أول مرة من أدخل النادي أشوف هاي الوزن. أتوقع أول مرة. أنا أول مرة أشوف ذي الوزن. ليش؟ من كذي بعد إحنا اليوم محبطين يعني. هو حصان كلاسة أحسن من الخيل اللي موجودة في الشوط بمراحل يعني. فالشيء الوحيد إن الوزن، هل يعني هني السؤال، هل راح يشد الوزن ولا لا؟ He's a guest يعني بالتصنيف طبيعي الوزن هاي. لا بس هاي 65.5. لو كان عليه فول جوكي كان بشيل بعد. شوف ايش اي ادري كان بشيل 68. يقدر يركض الحصان؟ لا مو قاعد اقول لك ليش دخلتوا في ذي الشوطه؟ قلت لك هذا يعني اللي هو سمو الشيخ خالد والمدرب هذا قرارهم هم يعني. بس قرار من نشوف مشاوير في هالمسافه؟ لا راكض ال 1004 ومن كل ريساتها حتى يوم غلب كان يقول لي ابعد ابعد ابعد، حتى في تمارينها ابعد ابعد بهاي المسافه؟ يعني 2000 متر. يعني انا بعرف انت بنيت هاي القرار على شنو؟ والله في عالم السباقات ما في شيء صعب، اكيد عندهم خطه المدرب حيدر والفرسان اللي عنده، اكيد في نظره في الموضوع. يعني مستحيل بينزل لك من 1200 بي لك 2000 فقط للتجربه. ما تبي نجرب يعني؟ كلها تجارب. لا بس 1000 متر الفرس ما لحقت على البيس، 1200 فازت كلش عند الفينش، فاتوقع الفرس تحتاج مسافه ابعد.
أبعد بهالكثر؟ عندهم نظرة وعندهم أمل أن الفرس راح تسوي ذي المسافة. بس هل الأمل موجود اليوم بعد في البروفيسور؟ اليوم صعب، اليوم كلهم يعرفون الخطة، ما بيخلونه يروح تدوم على راحة، بيحاولون يلحقونه. لكن في أدفانتج حق أصالة كونه هي 55 كيلو والباقي كلهم راحة تفويت، فبنمشي على نفس الخطة، بنطرش البروفيسور جدهم وبنشوف شنو راح يصير. روف اند ريسينج انطلق الشوط الثالث على كاس ابو شيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة من مسافة 2000 متر بمشاركة 9 من الجيادة اللوكال انتاج محلي سباق توازن من صفر. اعتقد السيناريو مال البروفيسور هالمرة ما بصير، لان حتى الجاب اللي عاطنهم الخيل اللي اوريدي منتبه عليه. منتبه عليه الخيل الحصان بس زين، يعني ذيك اليوم للجوكيه بس انه هي ريحت به لين ما توصل قريب الخيل، كان يسوى كيك اوريدي هو عند اثنين راح فيه، بس عقب خلص انا من البدايه كان رايح اوفر. ايضا اصاله وكوتلس بالمركز الحين احنا اللي نشوفه سنجار بهالوزن ما اعرف اقول. سنجار والله راكب ثلاثة ريسات بنفس الوزن، ما تخاف عليه سنجار، ما تخاف عليه، ثلاثة ريسات بنفس الميزان. لا إن الزين إن هالمرة هو قريب، يعني الحين وضعيته ممتاز بهالوزن ممتاز. هم إن سنجار من قبل قرب بنفس الميزان، طلع من البداية من قدماني ما قدر يأدي الريس اليوم إن شاء الله. بس أكو زيشان اليوم إن شاء الله، أتمنى من الله يعني هاي الريس. بس عبي يقدر زيشان؟ ما تدري الريس ريس. لا لا اكو مشاوير، ما بعد مشاوير ليش لا؟ عبد الله بن عيسار ريس يعني يقوي يقدر يروح يعني. لا مشاوير خلاص. بينما المركز الرابع ساموراي جاك فاعلن ايها المتابعون الكرام مشاوير. لا بس مشاوير انت شفتها اي مسافات تروح؟ مو غلط يعني سيد، ترى في خيل جينت تحاول اياها تعطيك عقب انك تشوف تمارينها تغير عليها شيء تبين لك الفرس. الحمد لله. لا انتوا اوكي مركزكم رابع بس يعني احسن من ذيك المره، بس اللي بقوله لك ان مشاوير تحيه حق مشاوير، تحيه حق التغيرات، تحيه حق القرارات الجديده. ها انت ما في صبر؟ لا اي ما فيني صبر، قال لك عبد الله الحين عقب مشاوير بتعلم الصبر. كان قرار صحيح. مبنى على شنو بالضبط؟ كنا نبي نسوي هالقرار بداية موسم. زين. بس قلنا نفضل نسابق فيها في الألف، نعطيها فرصتها. فأعتقد هي مالت البيت من العام يوم خدناها هاي. فكان قرار من العام يعني تقدر تسمع عبد الله إبراهيم أبوي جاسم كلهم. هو مثل ما قلت لك يعني آخر ريسين أنا فزت عليها العام 1200 وكانت جاية دخول آخر شيء فازت يعني فوتو فينيش. هالسنة لما ركضت الألف تأكدنا إن الفرس ما سوى الجري. وشغلها في التمرين قاعد يبين انها مو سبرنتر يعني. فتناقشنا انا ومحمد وحيدر وحتى ابراهيم كان ينصح من العام يعني ان هذه الفرس مالها تبعيد. فالحمد لله رسينا على هالقرار ان نجربها، والحمد لله كانت تجربه ناجحه يعني. انت ما في صبر؟ اي صراحه تمرين يبين صبر، نودي ويا خيول ويبي يبين عشان كذي يبنى الفن. حتى الصخر كان بيسوي لك ما فيش صبر، بس انت سكرشتيه، انت السبب. يلا بالبركه شغله. اوكي ابو محمد 62.2 انا حاط شوي مجال. والله سنجار ادى وايد زين الصراحه على الوزن اللي شايله. هو امانه يعني المرة اللي فاتت يعني خسر تقريبا طول، كان شايل وزن 62 مسافة 2200 فأتوقع يعني بناء على السباق الأخير صار في تشجيع إنه يتسجل هالسباق، ولكن هالشوط شال يعني أوفر ويت 65.5 يعني على مسافة 2000 متر كانت ثقيلة وسوت سباق صعب على الحصان، بس الحمد لله يعني قدم نتيجة مرضية اليوم. بس اللي ما كانت نتيجته اليوم مرضية هو البروفيسور. يعني كان الترم الريس كان أسرع من قبل، يمكن يصير على ظروف الريس يعني. بس بعد نقول زيشان اليوم ممتاز. أنا مو في البليس، مو طيب. يوسف طاهر أشوف صار. ها؟ هاي كلمة يوسف طاهر. لا لا تلهم شاك زين. لا هاي كلمته. كلمته بس خلها حقه.
سباق هانديكاب ممكن نقول سباق عيد نفسه. يعني شفنا مبتدئ ليفل بيتش شلون يتنافسوا الاسبوع اللي طاف، اليوم نشوفهم يتنافسون في مسافه ابعد، مسافه 2000 متر. ليفل بيتش مبتدئ من الناس الاسطبل، فريق واحد، فاذا واحد منهم فاز بالعكس احنا اثنين بنستانس. اكيد اليوم المسافه ما يندرى تخدمهم ولا لا، يعني ذاك الاسبوع اللي طاف ركضوا 1600 ركضوها واجد حلو، بس اليوم في منافسين وياهم هم لهم تشانس. الشوط في 13 راس، ما في بس راسين اللي هو ليفل بيتش ومبتدئ، في 13 راس، في 13 راس. بس انا بقول لك شغله واحده، اذا بنقول 13 راس اول اسم بنقوله برج. انتوا شو مسويين في برج؟ سوينا في شيء يعني وايد خذ كذي، شو كل من حاسب له 1000 حساب حصان زين، بس زين صح؟ ما يحتاج زين. كل هاي الشو عليه في دي شوط. اي ورقه بعد شنو الشوط 075 يعني إيه؟ يعني مو بذاك الشوط اللي فوق، يعني على مستوى ذلك الخيل يقدر يقدم، بس اذا بيروح اعلى من كذي يقدر يقدم ولا يقدر يفوز؟ في فرق، في كم راس زينين يعني عندك حسان يوسف زين الدفاع. انا اشوف ركض ال 2400 وجا المركز الثالث اليوم، ال 2000 اعتقد افضل اليه، يعني خاصه على حسب الريسن ريكورد ماله ان الحصان يجد المسافه، فاليوم انا اتوقع هو الخطير في هذا الشوط ان شاء الله. زين شايل تبوي 62 يعني، والمنافسين له مبادل حصان طيب شايل 60 يعني، في الشوط راسين. هو السباق الاولي مبين انه هو شوي ما كان جاهز شوي. نعم. حلو. وهاي الشوط صعب وزحمه، في مجموعه خيل في زينة. مجموعه ما تعرف شنو بيصير. والله شوفي يعني انا الحصان زين في الشوط، يعني تقريبا ثلاثه روس زينه، بس بيكون حصان يقدم هو يعني الوزن يمكن اذا بياثر عليه 62، بس راكض قبل يوميه ثالث ب 61، الجوكي عارف له، متفائلين خير في الحصان. انت جربت منافسه اندفاع ويا برج اوكي؟ نعم. اليوم شلون بتشوفهم هم الاثنين؟ اليوم بعد بيكون خطير برج في ذا الشوط، السباق كله مفتوح، صعب انك ترشح حصان واحد بقوه لسبب تقارب مستويات الخيل. برج المفروض اليوم جاي عشان يفوز. المفروض. خصوصا ان يعني الحصان اللي فاز عليه في اخر مره مو موجود. نعم، المفروض يفوز. سيب جاريس. يعني. شوف هي بس لو يتغير هاي اللي هي الاندفاع الاخير اللي يتاخر فيها، هذه لو تتغير هي هاي مشكلته. يعني برج اوكي. هو هاي مشكلته. مشكلته في الامتار الاخيره وقت اللي يعطيك يعطيك متاخر. يعني بالاندفاع تتكون. هل لازم مثلا يعني يحركون معاه من بدايه الالف؟ ونفس الشيء، حتى لو تحركنا كله نفس الشيء. اخر شيء يعطيك اندفاعات متاخر. تود الخيل يعني اللي عنده سبيد وهاي راحت قبله. الحصان يحتاج الضرب، بس هني مو مسموح الا بس 10 تويبات، يحتاج ضرب على بعض. لا اله الا الله، في خيل تحب الضرب. برج منافس قوي، ما نستهين في اي حصان ترى موجود، في حصان موجود ما نستهين فيه. الاميز برج لانه مبتدئ، يعني انا بعد ما توقعت صراحه انه يدخل. تقول لي عز اكيد حصاني وايلد هيرو اكيد في ذي الشوط. وايلد هيرو قدامنا حصان ما شاء الله، يعني حتى كابونيه يختلف عن كل الخيل، وكصحة ما شاء الله تشوف جسمه. أنا قلت لك الشوط يعني المفروض على الورق بين خمسة خيول، بس هسه أنا نشوف السباقين اللي ركضهم مو نفس مستوى الموسم الماضي، يعني السباقين لحد الآن اللي ركضهم متواضع مستوى، فإذا ركض مستوى بكون حتى رقم صعب في ذا الشوط. والله ليكون شنو الشوط حصان شنو يعني هو جاهز 100%؟ ان شاء الله. نشوف مستوى الموسم اللي طاف؟ ان شاء الله. زين انت تقول لي كذي بس ما بناقشك. بانطر. ان شاء الله. بس مبتدئ في هالمسافة، شلون بيكون وضعه؟ مو مطمنك هو. الحمد لله رب العالمين. مسافة هو قال يبغى ال 2000. مو انت قلت لي يبغى ال 2000؟ جاي يروح المفروض لل 2000 حصان. ان شاء الله يعني ليش لا؟ خلينا نجرب. هو تجربة بس نفس الوقت مستوى الخيل يعني أفضل من ذاك النوبة. مستوى الخيل افضل من ذاك السباق. صح. ان شاء الله يعني انت لازم تخط تجارب ويا خيل غير يعني، وعلى الله التوفيق. شوف اذا انطلق الحين انطلاقه صح، لانه ساعه تاخر. They're off and racing. أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الرابع على كاس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه. انطلق صح، قام مع الخيل.
أمورنا طيبة. الحين هو اللي نعرفه عن الحصان يتأخر دائما، يعني يتأخر من الانطلاقة ويتأخر لما الفارس يطلبه، يعني المفروض من 600 أنت خبرت عبد الله إنه يبدي يحرك فيه. لا احنا بدي قلنا لنا نوصل إياه البند يكون على الأقل خامس الخيل سادس الخيل على أساس إنه يبتدي يتحرك وياهم ماشي حسب الأوردر. شوف هالمرة سرعة الشوط يمكن قريبة إلى السرعة اللي صارت آخر مرة. والله تقريبا يعني بس المسافة والخيل نوعية الخيل غير. احنا عندنا ثقة في حصاننا وإن شاء الله يعني. الدفاع خلاص ما يقدر. اللي إذا الحين صار شيء. شوف حاليا نفس الأوردر اللي أنت قلته. مركز الثالث يكون في لمة الخيل. صح؟ بس ما أعرف يعني. احس صاير الشوط عليه اقوى. احب نشوف ان شاء الله بعده الشوط. الشوط بعده يعني. اقوم عنك انا سيد. لا انا وياك ما تقوم عني. بتابع اياك انا. المركز الثاني انطلاقة الدفاع مع الفارس تشارلز بريكنل ومن الجانب متاخر الحصان. مع عدنان جعفر فعلا أيها المتابعون الكرام لا تزال الصدارة حتى الآن مع بيتي فورد بوي من وسط الجياد انطلاقة اندفاع مع الفارس أيضا أقو حصان الملاح جاي حصان الملاح جانب الآخر هنالك أيضا محاولات من قبل ليفل بيج مع الفارس أندرو بريسلين فعلا أيها المتابعون الكرام حصانك بعد جاي متأخر ليفل بيج لكن الليفل بيج ما ينتزع صدارة الجوم شوف بعد جاي لا ليفل بيتش جعفر حصانك تأخر اليوم الحصان اللي غلبته غلب كل يوم صب الواحد بس الحصان اللي غلبته غلب كل يوم يلا الحمد لله رب العالمين شنو تحس المسافة؟ لا المسافة يبين الحصان عنده بس يمكن ان الخيل فرقت هالنوبة بس هذا اللي غلبنا ذيك النوبة مبارك لي طبعا هاي حصان الاسطبل ان شاء الله يعني لا لا اليوم سيد بقول لك شغلة واحدة نقول اللي يفرق اليوم مستوى الخيل بس يعني بقول لك انت تتكلم عن 0 ل 75 60 كيلو بعد اليوم او 60 ونص شوي الوزن ليش ما نقول يمكن اثر عليه ثاني سباق ورا بعض ممكن في خيل ياثر وفي خيل ما ياثر ممكن ياثر عليه بس من ناحيه شغل ماله و يعني واكل ماله وغيره ما شفنا انه اثر عليه يعني كان بالعكس حصان فريش وادى زين انا اشوفه يعني مو كشره يمكن تاخير صار في البن عنده شوي كان المفروض يقدم فان شاء الله يعني بس عدنان يعني حصان جعفر مرزوق اعتقد هو المفاجاه هاي ما كان في الحسبان لا لا هذا ما كان في الحسبان بس مبروك يعني استاهل جعفر مرزوق الفوز يعني 100% انا صراحه ما توقعت انه يجيك الوشن بس بعد ما غلب ها لا اوكي ما عليه بس يعني الفنش حلو حلو اللبس اي وين برج ها خسر وين ها وايد برا ليش ليش شنو صار في برج الشوط صار سريع عليه وشايل 61 وايد يعني ما كان له وجود ما قدم يعني خلص يمكن سادس يمكن ايه ما قدم يعني المطلوب منه في شيء سواه ليفل بيتش ضايق الشوط انا صوبي لا بس صوب البقيه ايه ما ادري والله البقيه يعني انا عندي داخل الريل كان مفتوح مثل ما كان مفتوح حق وايلد هيرو بس بعد ما قدم مثل ما قدم ليفل بيتش اليوم وفايز I can say today a good trip a good timing from you a good plan from the trainer I would agree his run was very good the last day over 2 furlongs shorter we had a quick chat after the race the last day and we both agreed that a mile and a quarter would be his trip يمكن اول مشاركتين الى في البحرين يعني يمكن انا اتحمل الاخطاء انا ما احب اعلق اخطائي على شماعه فارس او حصان انا كنت مخطئ لان انا استمعت الى تعليمات من المضمر السابق الى في بريطانيا اول ما اشتريته اعطاني يعني انه هو الحصان جاهز فجيت اشركته بس جليل انت اخر مره انزين قلت الحصان صحح اخطائك طبعا انزين انا استغربت قلت الحين جليل يقول الحصان صحح اخطائه ارد مره ثانيه اشوفه في الابعد يمكن الوالد شوي استعجل في تصريحه الاسبوع اللي طاف بس اتوقع هو حكم على ركضته الاسبوع اللي طاف
بس اكيد الحصان اليوم بين لنا وبين للكل ان الحصان يقدر يسوي مسافه ابعد فوق ال 2000 متر. انا يمكن ما راح استعجل ان اشركه في مسافه ابعد، طبعا راح اقعد مع الطاقم ونشوف وين الوجهه القادمه الى حاليا. يمكن الاسبوعين او الثلاثه القادمه ما راح نشارك فيه، يمكن لانه اجهدنا بما فيه الكفايه، يعني 4 سباقات في شهر واحد. لا ظلمنا وايد. مبتدئ ليش خلاه يدخل اليوم؟ والله هاي يسأل عن المدمر طلال، بس نفس المكان طبعا احنا في الصبل واحد. ليش قال يدخل في اليوم؟ خلاص فاز، قول الحمد لله، شكرا، ما قصرت، اقعد شوي. هاي الشوط كان ما يناسب مبتدئ. ايه ننطر عهد؟ لا معقولة عهد تكون صابرين الجديدة؟ ممكن كل شيء، كل شيء وارد. كدبي؟ كدبي. ذروف اند ريسينج انطلق الشوط الخامس على كاس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مسافة 1000 متر. فيرست تايم اوت اوكي، بس يعني بنشوف من احسن اللي بيطلع من البوابة زين واللي بيوصل 5 فرلونج بس. بعد انسحاب دارك سبيس من هذا الشوط انطلاق موفق. طمن احسن بالنظر. من احسن انت بالنظر؟ بالنظر شكل ولا شنو ولا شكل. فعل بنظرتك انت. انا اروح مع الحصان عهد فرس، اللي هو الفرس عهد، ككون انتاج النوايف الجوكي ستيفان، ولكن احس جورج بيكون حصان لكلمه. يعني في 6 من الجهات اللوكال انتاج محلي، وبانطلاقه جورج من يقود الشوط من البدايه مع الفارس بول هانيجن المركز الثاني. تفضل ميعاد ولا ديسمبر؟ من خيلي انا؟ لا يعني ميعاد صح؟ ميعاد زين. بس شنس في ودينا شوط 3 سنوات نروح يتعلم ان شاء الله حق الاشواط الجايه. لن يتواجد ديسمبر بشعار المحمديه مع الفارس نيل كلن المركز الثالث. هنالك اروح على الفارس بول هانيجن ونيل بعد فارس ممتاز، ولكن احساسي يقول جورج بول هانيجن ديسمبر. عهد شعار خالديه مع ستيفان لجاج، وهنالك ايضا محاوله تقريبا ميعاد مع الفارس ليام كناري. اذا ستيفان لجاج عهد اللي قدام له، وهنالك ايضا ميعاد مع ليام كناري في دخول ثنائي على خط النهايه. اذا ميعاد من انتزع صداره الشوط الخامس. اوكي مو سيء، الاثنين نفس المستوى. يا جماعه دور ريس ليه ان شاء الله نبي عهد احسن، بس غريبه مو انت تفوزي انت سمو الشيخ خالد النادي. يعني انت ممكن رشحت عهد كانت في المنافسه حققت مركز ثاني، بس ميعاد يعني اعتقد الاداء اللي اداء جدا ممتاز. صح اكيد، يعني شفناهم شلون راكضين من خلال اول مشاركه بصوره جدا مشرفه، خاصه الحصان اللي هو ميعاد ركض يعني الانتاج اللي هو الجزيره سمو الشيخ سلطان. انا صراحه مستانسه لان اعرف انا مستانس اكثر لان بعد هذه الحصان ايه؟ ولد حصاننا اللي عندنا. اي نعم دهمان. اي نعم ابي تقول لي شلون خططت حق هاي الانتاج؟ انا صراحه وايد مستانسه. انتاج محمديه شيخ سلطان، يعني ما عليهم خوف، ان شاء الله يتطور ويكون يعني شيء زين. حتى لو كنت عارف ان نعم. يعني الانتاج ماشي على خط صح، نعم. بس اليوم النتائج هي اللي اثبتت صح. يعني فيرست تايم اوت، وتقول يعني تبي توديهم يتعلمون ويجون، لكن الحمد لله بس يفوزون بعد. يعني بعد هذه بعد نعمه من رب العالمين. من الانتاج لمبادل. نعم. انا الصراحه والله شوي يعني استغربت شفتك رجعت مبادل هنا، قلت بتخليه في دبي. اي لان في اشواط لحق البحرين ويبنى تو بعد مو من مده، فاليوم بعد جروب ريس قلنا يلا بعد مو بجاهز الحصان قلنا خليه يروح.
هو مو جاهز اوكي يعني اول ريس بس يعني مباجر من بطل كثير بطل السرعه يعني يا اليوم رومان ريفر يسوي اللي دائما يسويه رومان ريفر ولا المفروض مستوى ثابت ولا المفروض مبادل ياخذ مكانه مبادل اول ركبه جاي من دبي توه يعني ما فاز وقته الحين ما ادري يعني كلمه ما ادري احس يمكن صعب اليوم بس في نفس الوقت ما اعرف شنو اللي ممكن يثبت كلامي غير وجود رومان ريفر ولا هو يبي دارك شادو يسوي احسن شادو اكيد بكون افضل شادو اليوم افضل دارك شادو راح سباق وحول الجوكي يرابع قال لي الحصان ينفخ 20 دقيقه سلسايس ينفخ الحصان هوزية ما في لكن المدرب قال لي بيفوز فهمت قصدي المدرب قال لي بيفوز ما قلت لازم يفوز لازم قلت زين بس ما قلت لازم يفوز هل شوط انا بقول لك لازم يفوز هي رومان ريفر ويا مبادل اي رومان ريفر احسن بس يعني مبادل. رومان ريفر ما له عذر ريسين قدم ذي ياي في الاب لكن الباقي تحتاجين منهم اوشن ستار من البدايه تركض عاد اوشن ستار هاي فرصتها اليوم يعني هي يعني فهمتي قصد اوشن ستار اقول لك لا زينه سيد لا كلهم في الترشيح يعني تشوفهم اليوم مبادل يغلب رومان ريفر يمكن جي شادو يغلبه يجي اوشن ستار فبكون هني يعني الفينش هني الا اذا مبادل هو العام يغلب سبعه طول هذا شيء ثاني سنة رومان ريفر نشوفه يغلب مجول اليوم ببين بس بقول لك رومان ريفر اليوم ببين رومان ريفر انه زين لو مو زين لان اختباره ويا مبادل المدرب اسامه قول لي جاوبني على ذي السؤال بس دي اللي بعرفه منك قبل الشوط وعقب خلاص ان شاء الله عندي عليه امل يغلب زين عندي عليه امل يعني بينافس اياهم اذا على الانطلاقه اذا انطلق ويا الخيل قوة ومشي الخيل بقوة بيكون من الثلاثة الأوائل. أوكي. محمد حسن غير مكانك اليوم. تنشن سيد تنشن. ليش تنشن؟ أقوى شوط سبرنت صار في الموسم. إيه بس أنا أحس مو تنشن تدري ليش؟ ليش؟ اليوم إذا بنشوف رومان ريفر أنت ديك المرة تأخر جيت ثاني. حلو؟ هالمرة إذا ما تأخرت اليوم عندك 1200 متر عندك أفضلية اليوم الفرس في بيتها يعني شوي خايف بس من مبادل بس والوزن لصالح الوزن لصالح تروف اند ريسينج انطلق الشوط السادس على كاس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمسافة السرعة 1200 متر الحصان الثاني مهمنته سبب تواجده لغرض ولا لا سيد حصان 674 لونج يعني لازم اركض ويا هالخيل عشان اعرف مستواه حصان ريته 95 وين اودي بس شوف رومان ريفر مثل اخر سباق مشى البقايا مو بعيد نفس اخر مره لا بغلب الشوط خلاص تواجد توثاق باقى ست كم الحين 400 متر سيد طالع الفرس شلون اي بس مو شرط احرك محمد يفوز تواصل مع رومان ريفر مبادل الركب بس بتفوز على رومان ريفر وبتفوز يعني ما كمان البرتو طلقت اوشن كمان اوشن اي قلت لك انا شنو قلت لك كمان اوشن شنو قلت لك انا كمان اوشن وش قلت لك انا سؤال وش قلت لك لا انا وش قلت لك اسمع انا وش قلت لك الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا انا شنو قلت لك شوف قلت لك ال 1200 اكو رومان ريفر الرابع الحمد لله رب العالمين لا الحين اللي يقول مو ملك السبرنت ها حبيبي الحين اللي يقول مو ملك السبرنت خليه يشوف الحمد لله رب العالمين صح لو موسى من الله الحمد لله لا اللي يقول مو ملك السبرنت خليه يشوف يعني محمد حسن معروف في السبرنت خليك ملك السبرنت ها اللي يقول خليه يشوف كم طول طولين ثلاثه الحمد لله لا بس بقول لك شيء الصراحه انت قلت لي فوق من اخر 400 متر قلت لي بارد ايه انا قلت لا يعني مبادل كان فيه
فرسيه اقول لك الحمد لله. شنو اللي صار اليوم عكس اخر مره؟ اوكي بتقول لي تاخرت اخر مره صح أي. بس ما ادري شنو صار يا رومان ريبارت. كان اظن بالعماله بخسر علم ما اعرف يمكن سئلي ولا مو منطقي ان نشوف ال رومان ريبارت معروف سوليد يركض كل مره نفس الشيء الحصان يعني ركضته حتى كستايل غير عن اخر مره. شوف يا الحصان مو بهو يا متعمد يا. لا ما كان متعمد لان حسب تقرير الستيورد الحصان نزف. رومان ريبر يعني حصان 5 فور لونج كل ما زيد على المسافه يسوي البيس ورد يغل اخر شيء. فرسي بالعكس اندفع اخر الامتار. شوف مبادئ نقدر نعطي عذر انه اول سباق ما يحتاج تفسير الحصان مفهد والفرس ما شاء الله عليها قويه. اوكي خل من ذاك الاسبوع قدمت أي. في الألف اظن ولا 1200 خل اوشن ستار على صوب. نعم ما بنقول عنها شيء خلينا نقول عنها والله زين ركض دارك شادو بعد ركض زين. شوفي دارك شادو الجوكي الى حين يبغى له الريس الحين كلامه يقول لي الريس الجاي يمكن يصير افضل اقدر. انا قلت له شوف ذا الحصان شوف انطلق قدام من يوقف عليه الجوكي يتراجع ورا هذا يبغى له جوكي لازم يفهمه. اسامه وين يقول دارك شادو بيطوفهم كلهم مسكين اسامه لحين يتحلم. لا بالعكس ذا الجوكي بعد اوكي يعني يمكن الرئيس الجاي بيركبها اتوقع يعني افضل يعني حتى لو ركبها يعني ذا الجوكي بيركبها افضل لان الحصان ما عنده كيك ما عنده انطلاقه يجي فونش. بس مو موبايد اللي صج جاهز اليوم لا تقول لي اوشن ستار ولا تقول لي رومان ريبر. انا ايش قلت لك سيد لك خوفي اليوم في الشوط بس مبادل صح وجثاني انت قاعد تحلل صح بس اليوم بعد البرتو تبقى لك شيء وقت صح المره. Yeah last time I believe 1000 meter was a bit short and that's why I was a bit disappointed because she jumped quite low last time and also I was off of the pace in the beginning so I couldn't catch up and but she showed a good turn of foot in the end even last time. Today 1200 meter was much more confident not big field 6 runners and also you know bro outside helps because she's not the fastest in Bahrain out to jump out of the gate so good for her. ليش انا جايب البرتو انا ابي فرس يركبها جوكي صح ان غلبت يعطيني دافع حق قدام ان خسرت يقول لي ليش خسرت. اي بس الحين تدري اقول لك الحين بطوفها شوط التيرف سيريس. التيرف سيريس سيد يعني خل اقول لك يعني من النهايه التيرف سيريس من صارت ريتها 100 ما بقدر اركض التيرف سيريس. اقول لك طافت خلاص. بس ليش انا اخسر اليوم كاس سمو الشيخ خالد انا خسر عشان التيرف سيريس؟ بس اقول لك شيء تفتح لك ابواب عقب هالفوز حق برا. احنا تفكيرنا كاستابل كذي اي حصان بيقدم عندي اليوم راح ننتقل ببرا. شوف اخر سباق حق بيكاسوس شنو قلت؟ الحق سيد باركلي صح؟ نفس الثقه اليوم ولا لا 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 صعب؟ لا انا اليوم ما عندي شيء صعب ولا طبعا كل مدرب انسى كل مدرب كل واحد يدخل لا تقول هاي الجمل اللي نعيدها مليون مره يعني شيء داخل حق شنو يعني هو ما عنده الا راس واحد. لا انا اقصد مستوى بيكاسوس ها خلينا نشوف. اي ركض وقدم زين مستوى زين بيكاسوس يعني يقدر ليش لا قلت له شوط مفتوح اي حصان يقدر يفوز وحق مشروع. الوزن وايد على حصاني بالضبط. بس ان شاء الله البرتو بيقدر يتصرف فيه. فانت في هاي الشوط شنو اللي تبي تثبت فيه مع بيكاسوس؟ الغلب. حط لك يعني هدف ثاني. لا من بيغلبه؟ رولا جام الوحيده هو الخطير في الشوط. سباق ثاني على بعض يمكن اليوم بيكون له امتحان مع هالجيار. ذاك الشوط كان صراحه وايد اسهل عليه من ذي الشوط. اي يعني ما يندرى رولا جام بيقول لنا انا حصان اي فئه بالضبط. نفس هالفئه يعني اللي غلبهم ذاك الاسبوع شنو الخيل؟ ولا شيء. لا 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 السباق الاول الى السباق الثاني تطور. اي يعني راكض حصان ريت اعلم نبي نشوف اركتيك امبرار نبي نشوف شنو بيصير في الشوط عشان نحدد. لا خيل الشيخ سلطان خيل طيبه اول مره تروح المسافات من جهه البحرين فما ندري عنها خيل غامضه للحين فعلى اللي شفناهم في السباق رولا جنبه هو المرشح. اذا نشوف نيل
راكب جراجداي ما ركب حصانكم الثاني ممكن نقول لا ممكن عنده شوي افضليه انه اجهز من اللي عندكم. اكيد لان هذاك شارك في سباق واحد وطلع بمستوى ممتاز ما شاء الله. نابتك امبرور توا عندنا وحصان الين سميث صح جديد صح توا ايه وبعد شنو في جديد؟ بس راسين جدد ايه وحصان فيكتوريس حصان زين. ذروف اند ريسينج ايها السيدات والساده انطلق الشوط السابع على كاس سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفه. انزين جيت وي بيطلع قدام اوكي رتين اوف دمك بيطلعون قدام هاي المتوقع اكو رتين اوف دمك اخذ الليد اوكي حلو بس جيت وي اسامه بعد نفس العمليه قاعده ثالث بكاسوس ثاني حلو دراجدال قبعه البيضه بيضه نعم مركز خامس المركز الثالث بينما رابعا بس الحصان اللي بيغلب جديد ما في شيء اسمه جديد لا اسم يعني اركتيك امبرور شنو اللي خليك تقول هاي كان بنشوف علينا 87 وحصان زين اول سباق له شنو بيصير الحين الصراحه ما اعرف يعني الحين وين ما يصير شيء الحين بعدين هني شو يصير يعني خلنا نقول جراجيدير خلنا نقول رولا جام ايش رايكم تشوف بين الاثنين رولا جام عشان ما تنخذل لو خسر جراجيدير لا مو نخذل احصان جهاز قدم السباق اللي فات رترن افضل معك صح هذا هو رترن افضل معك اللي قاعد يسوي الجراجيدير هذا ما تشوفه زين قلت لك الدوش رترن افضل معك يسوي شيء اي بس لا لا رتر ادري يركض بهاي الطريقه بس ستيل مو هو اللي بيفوز اليوم عجل والمركز الاول حتى الان مع ريتيرن اوف ذا ماك بشعار المحمديه بالكاب الاصفر مع الفارس الحين انت على مجريات الشوط على مجريات الشوط ان شاء الله جراجادير بيجي ان شاء الله من الرين وبيمشي الحين توك ترشح لي ايه جراجادير الحين حتى الحين وضعنا زين بس رولا جام اكو صوبه رولا جام قاعد يحرك رولا جام قاعد يحرك ترى من وقت هالمره توصل جراجادير قبل باكسوس بشعار العفو ريزنج المركز الثالث هنالك جلين سافيج مع الفارس دينسون رودريغيز جيت واي في المركز الرابع هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه جيت واي اكو جراجادير من برا جراجادير بس ما بصيره باكسوس جراجادير جاي جراجادير جا بس ما بصيره علي مجيد ها متى بعهل الوين يلا خلص السباق يلا بعيد سيد ما يمشي جراجادير برام ما هي جراجادير رو لا لا ما نجوز تعال ناموس علي مجيد تستاهل بركات الاحمر انزين ويستاهل يستاهلون المحمديه ولا الحصان اول سباق وثاني سباق واو توفيق من رب العالمين ومو رولا جام قلت لك السباق اللي شارك فيه اخر مره مو مستوى الخيل هاي اللي موجوده اليوم فيس واز فيري فاست توداي هي شو مي توداي is definitely a 2000 meter plus. Yes. Horses. Last week was 2-2. He was comfortable. Only 5 runner. Nobody take him on. Mm-hmm. It's a big difference. 2-4 long make big difference in racing. أنا ما قلت لكم علي مجيد مدرب. قلت لك لما قلت لك. قلت ما عليه. حافظ على مستوى الحصان. من زين بقول لك ليكون أنا جهة رسمية بعطي الليسن. انا اقول لك خلوا الليسن ايش فيكم تحارشون على الياسن بيعطونا الليسن قصبا عليكم بعد بيعطونا الليسن احنا مين احنا نتمنى لنا يعطونا الليسن يعني علي يستاهل ترى لا خلاص بيعطونا مفروض الحمد لله رب العالمين ايه مفروض يستاهل علي ويستاهل الشيخ سلطان انت ما توقعت جراجادير امبرور جا ثالث امبرور اي بس جراجادير اللي فاز اي ان هذاك بعد السباق الجاي بتشوفه افضل ان شاء الله انزين ليش ما شرط ابيض سيء انت اهم شيء شرط احمر جا وخلاص محمد حسن مبروك ليش ما رشحته؟ حبيبي محمد ليش ما رشحته؟ الحين محمد حسن بعد هذا انا رشحت الحصان اللي مو راكض بس ركض زين اليوم انا قلت له هو الخيل ما اعرفه مال المحمديه خيل كله جدد حصان قدم مستوى خليه يسوي المسافه لو لا هو اللي غلبني انا قلت له راح اقلب
بس احنا قبل الشوط ما احب ارشح بيكاسوس نتكلم ما يرشحون انا رشحه جوكي غير سيد الجوكي يفرق انسان اذا الجوكي يفرق خلاص صحح اخطاءه اجيب لك جوكي عدل زين جبنا البرتو خلاص إيه يعني كل اسبوع لازم اياه اغسل في ان شاء الله البرتو غير البرتو غير وغير ان شاء الله يلا رجال ما قصر وحتى ابراهيم مع جيتوي بعد ما قصر بس بعد لو مشى قدام بيقدم افضل ما اقدر امشي قدام لان في خيل مشت قدام اي بس انت تدري يعني اللي مشى قدام ريتيرن اوف دمك يعني مو ما تدري لا شوف يعني مو مفاجئ سيد انا اشتغل يا طاقم المحمديه يعني انا مو بروحي لازم المصلحه واحده الى المحمديه يعني اذا طلبوا مني امشي الحصان قدام الى حساب حصان غير لازم امشي لان المصلحه واحده هي محمدية تبغى تفوز لازم في بعض الخيل سواء عندي ولا عند أي مدرب ثاني إلى المحمدية يعني إذا على هالحال جيتوي إذا لازم يكون قدام لازم يدخل في شوط وسامة مو بمشارك مع خيل المحمدية روح اروح السمبل قول ابن تراجع بقول لك بايلون روح له انزين اذا ما فاز بايلون شنو بتقول؟ بتقول لي هاي ريس والحصان اللعام كذي ريته حق السيريس بعد ما يصير كم ريته؟ بايلون 106 اي سيريس يعني بينزله كم يعني؟ كان بيقص ريل واحده ممكن ينزله 6 تنكر لا الصراحه بايلون ما نشوف غيره إذا على كلامك ما نشوف غيره يعني المرشح الأول وبقوة بايلاند بس أنا أقول يعني أشوف إن ما بيغلب اليوم أنا ما أشوف غيره صراحة مايل لا ما حد يقدر عليه ما حد لا تدور بس لا تدور وين بتروح يعني وين شو بتفل عط الدفتر بقول لك أنا شو بتفل وين بتروح دارك ليون حصان جاي بسمعة وايد طيبة يمكن ليه الحمات أغلم هالريسة أغلم إيكو سيستم زين حرام عليك زين الحصان ايكو سيستم زين الحصان يمرش هاو جود هيز بس زين لا يعني هو لا أفرج. لا حصان زين افرج هيز افرج لا ما اظن لا اظن زين ركض كذا ريس السنه قدم العام بعد مقدم لا انا اشوف يعني قبل الشوط قلت لك دائما باي لاين ماي ستار فنسيرو ديمور الجديد مال العفل اللي شفناه في الدولي هاي ها لا 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 هذه هاي ها هذاك الريال ملك سبرنت مايل اللي بينا عز عنك وقال شلخهم اليوم في السبرنت اي اوكي اي بس الحين هاي الشوط نتبعد عنه في المايل اكو شفناه في الدولي الحصان وين انقطع في الدولي اخر 600 متر من كذا اعطيته البرتو انت والله يعني انا رايح بشانسين يا ماي ستار يا دمور زين ميستار بنسير دمور انتو برنس الزوم شبل الجزيرة لو شنو سويت انت مع الاثنين لو شنو سووا المحمدية مع الاثنين ستيل مفروض نشوف باي لاين في النص اكيد صح؟ اي بيو تشامب شوف يعني يوم شفناه مع فرانكي قلنا جوكي مع انه ما له علاقة ولكن الستايل اللي مشى فيه في ذاك الشوط يختلف اليوم بيرجع على ستايل بيو تشامب اللي احنا نعرفه ان شاء الله قلت لك شوط جروب بدأ ما تعرفين شنو يصير ظروف الشوط اوكي ريسينج ايها السيدات والسادة انطلق الشوط الرئيسي والختامي من مسافة الميل ليش هالكثر راح مو طبعا راحوا يا شبي جزيرة ليش خربت الشوط على شبل الجزيرة بس المشكلة دارك ليون طالع يا هاي المشكلة بايلان متأخر بايلان متأخر بتخربون الشوط على بعض وبي بايلان وبيفوز بوصل اكو شكله بوصل هاي تقول لي مو مرشح بايلان بس اكو بايلان جا بايلان شوفي بيو تشامب كم جا نقول لي ديتوري سين مكي شوفه ثاني ديتوري لا
عاد الماكي ديتوري مالنا احسن من ديتوري. والله مصرين على بيوتام ثاني ورا بايلان. ايوه بيطلع منا بيوتام. عاد ليفوزي حط في راسه يطلع من بيوتام شيء بيطلع. فرانكي البحرين. انت ها ليش؟ لان الصراحه يعني بيوتام على هالفينش ذي اللي سواه ورا بايلاين قبل الشوط قلت له شنو قلت لك؟ ايش قلت لك؟ ايدش شنو قلت لك؟ ذكرني. بعد في شيء ممكن يطلع من بيوتام؟ ليش ما في؟ يعني الخيل موجودة باي لاين الباقي عادي يعني أحد يغلبهم يعني بس المفروض باي لاين هو يغلب يعني حق ثاني بيزن. مشكلة ما تعطوني مجال كل ما أبي أي أس من بيوتام بقول خلاص خلوا ما نبي تقولون لي كلام غير. لا يقدر يغلب الحصان يعني الشيء اللي هاي الحصان له أنا أحس في إكسترا إفورت قاعد ينحط حق بيو تشامب عشان نشوفه هاللون اليوم. شلون يعني؟ ما أدري. يعني في شيء قاعد يستوي حق بيو تشامب يخلينا نشوفه هاللون اليوم بهاي الطريقة. شنو هو ما أدري؟ والله شوف ذاك الريس لا تحسبينه يعني الحصان طلع قدام. سباق اللقب. طلع عكس اللي مفروض يصير. إيه هذا الحصان ما يحب يروح قدام. أضعف خيل غلبون أنا راح قدام. أجي بس يعني أنت تتكلم في هاي الشوط. هاي الشوط أقوى من ذاك الشوط. إيه بالضبط. كفو على بيوتام. بيغلب بعد بروح مسافة 1400 بيغلب. قلت لكم في راسهم بيوتام بيغلب. لازم بيغلب هالموسم. إن شاء الله بيغلب. تبي الصراحة بيوتام كان من ذاك اليوم يوم يعطونا فرانكي كان عليه آمال وإنه المفروض يقدم ما قدم. بس انا اشوف ان بيوتشامب حسين مكي يقدم افضل من اي فارس غير. بس مشكله بعد بيوتشامب انه مو ثابت مستوى ممكن نشوف السباق الجاي يا خيل اقل مستوى ما يؤدي نفس الاداء في سباق اليوم. طبعا جالس طب العفو انا تركيزي كان كله على ماي ستار ما ادى اليوم بس جرابع. واللي مع ابراهيم نادر وما اعرف اذا تعرفون او لا ابراهيم وياكم خلاص مستقبل مره وياي يا مسكين ساعدني عقب ما مشله هو فرنسي يا هو قال لي محمد انا ابغى اساعدك وكذي بالعكس انا حصل ابراهيم وياي وخدمني وايد. بس ابراهيم قبل كان في اسطبل العفو وعلى يوم محمد سعيد طلع من اسطبل العفو. شو اللي رجعك اسطبل العفو؟ ما تعرفين النادي؟ اختصر الموضوع. شلون؟ لا صار مع اسطبل العفو من قبل. سوء تفاهم لا اكثر ولا اقل. سوء تفاهم شلون؟ صارت بعض الأشياء اللي خلتنا أطلع مثلاً. شوف أنا أشوف العناصر المشتركة العنصر المشترك حالياً وقبل هو إبراهيم العنصر الغير مشترك حالياً وقبل محمد سعيد. خلني بها بصورة ثانية إبراهيم تأسس في الصبل العفو يعني ولد الصبل حالة من حالي أنا تأسس في الصبل العفو ولد الصبل أعتبر إبراهيم نفس الشيء. يمكن صار خلاف بينه وبين محمد سعيد. خلاف؟ شنو خلاف؟ يمكن أنا ما أدري صار قبل. محمد سعيد هو اللي ما كان يعني في إبراهيم؟ لا أيام محمد سعيد مش إبراهيم الحين طلع مش محمد. إبراهيم ليش؟ ما أدري يعني على حسب الكلام اللي نقول حق إبراهيم حاليا إنه وقتها إنه مسامحة إن أنت طلعت يعني محمد سعيد هو اللي ما كان يبيك في الاسطبل. لا هذه الأشياء أنا ما لي دخل فيها ما أحب أتعمق في هذا الشيء. أفضل إنه ما أتكلم في هذا الشيء بس ان ابراهيم لا ابراهيم يدري ان انا لما طلعت كانت الامور طيبه بالعكس واستانس لي لما طلعت وشافني اغلب كان يبارك لي مستانس لي كلش عادي يعني انا قاعد الم جروب الاسطبل مره ثانيه. بس انت اللي رجعك اسطبل العفو حاليا ان ابراهيم بنفسه قال لك ان اللي يعني اللي صار قبلها كان بسبب محمد سعيد مو بسببهم. ما قال شيء ابراهيم. ابراهيم ما قال شيء ولا احد قال لي شيء مني ومن نفسي رجعت. هم قالوا لك تعال ارجع. اي طلبوني ورجعت عادي يعني ما بس انه ما قالوا لي كيد 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 والسبب لا. زين هو شنو السبب؟ صدق ما افضل ما اتكلم فيه. ليش؟
ما يأذيك نفسياً؟ جرحك الموضوع؟ عاية ليش تفضل ما تتكلم فيه؟ بس أحب أتحفظ هاي الشيء. إيه عادي بقى ما بخليك تقول أتحفظ بس بعرف ليش تبي تتحفظ. ما له داعي أحد يعرف هذا الشيء. دام الاسطبل يدري و... والنادي كله يدري تقريباً بس نفسه. ما له داعي أنه دام الكل يدري مثل ما قال إبراهيم بعد الكل يدري هذه اللي بيصير. باي لاين لحد الحين في الساحة يعني الخيل اللي ركضت إذا في حصان بيطوفك بيكون مستر مكان الأسطبل العاديات. He really loved it, you know, coming on the outside and he stayed on باي لاين. باي لاين. باي لاين. معذب الجماهير. باي لاين قلت باي لاين أنا دائما كذي صار لي سنتين قلت باي لاين باي لاين. أول مستوى ثابت. في كل الأوقات in every time we said باي لاين. كل الأوقات نقول بايلان بايلان يفرض نفسه يثبت نفسه كلمته في المضمار. في اللي قال إن هالموسم بي الأفضل من بايلان وبينغلب بايلان من سباقين بايلان ثابت نفسه. They do a fantastic job and he's in great form and he's very happy horse. الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة الانتصار العاشر في هذه الموسم حتى الآن موسم حتى الآن. النجاح يحتاج إلى معيار واحد يمكن ذكرتها قبل ويمكن لا بس يمكن أقدر أقول أهم معيار هو الاستمرارية. الاستمرارية في الحضور في الجهد في التعب في الحب في العطاء التضحية الاستمرارية في الحلم لأن في النهاية سهل تكون ناجح مرة لكن الصعوبة أنك تكون ناجح مرة مرتين ثلاث فالنهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.